10 أشهر ولا تزال مديرية حصوين في محافظة المهرة تعيش نكبة إعصار تيج دون إغاثة حقيقية ووسط ظروف معيشية صعبة وواقع مؤلم أجبر الناس على الخروج لقول كلمتهم. وقف الأهالي مطالبين بالتعويض وتوفير أبسط متطلبات الحياة بعد تحطم منازلهم وتشردهم ونزوح عشرات الأسر المتضررة من الإعصار إلى مأوى آخر لتتضاعف المعاناة على المتضرر وغير المتضرر. المنازل تهدمت وتضررت الخدمات الأساسية والمحاصيل الزراعية التي تعتبر شريان حياة المواطنين هناك، فلم يعد لهم دخل غيرها وباتت المشقة مضاعفة، مشتكين من الإهمال الذي يتعرضون له وعدم تلبية مطالبهم من قبل الجهات المعنية. طلب الأهالي في رسالتهم بالنظر إلى وضعهم المأساوي والتدخل العاجل لمعالجة تداعيات الإعصار الذي ضربهم في أكتوبر الماضي ودمر أراضيهم دماراً شاملاً، أفقدهم كل ما يملكون، فحياتهم تزداد صعوبة فوق الظروف المعيشية القاسية التي تمر بها البلاد. رسالة وجهت للجهات المعنية في المحافظة والحكومة والدول الشقيقة والمنظمات الدولية لتكون لها وقفة أخوية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل انعدام أساسيات الحياة هناك.